ليس بخاف على أحد منكم الدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة وكافة أجهزة الأمن من مشاركة في بناء صرح النهضة العمانية الحديثة. الإخوة الضباط والجنود، مشاهدين الكرام، ها نحن نجدد معكم اللقاء، ويسرنا خلال الدقائق القادمة ومن خلال هذا اللقاء أن نقدم لكم العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة إضافة إلى جولة البرنامج، فأهلا بكم. مشاهدين الكرام، تحظى ومنذ بزوق فجر النهضة المباركة وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة بنصيب وافر من برامج البناء والتحديث والتي شملت كافة الجوانب التنظيمية والتسليحية والتدريبية، وذلك وفق خطط انسجمت مع الاستراتيجية الوطنية وبرامج التنمية المستدامة التي شملت ربوع عمان من أقصاها إلى أقصاها، الأمر الذي هيئ البيئة المناسبة لقوات السلطان المسلحة أن تمارس دورها الوطني في حفظ الأمن والذود عن الوطن بأعلى درجات الكفاءة في التخطيط والتدريب والتنفيذ، وأنشأت لذلك مؤسسات عسكرية تدريبية لتأهيل كفاءات متنوعة ومتعددة تتناسب وهذه المسؤوليات الجسام. واستمرارا للتطوير والتحديث الذي تشهده قوات السلطان المسلحة، جاء إنشاء الكلية العسكرية التقنية والتي تعنى بالتدريب والتأهيل في مختلف المجالات الهندسية والفنية، كما تم إنشاء العديد من المنشآت التعليمية والتدريبية الأخرى لتأهيل الضباط والأفراد في مختلف الأسلحة والتشكيلات والقواعد والكتائب والوحدات، مشتملة على مختلف التخصصات العسكرية العلمية والفنية والتقنية. كما تحرص قوات السلطان المسلحة دائما على إتاحة وتوفير الفرص لمنتسبيها لاستكمال دراساتهم العليا في التخصصات ذات الصلة بالعلوم العسكرية والإدارية والفنية، سواء بالسلطنة أو إيفاتهم إلى الجامعات والكليات في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني تولي الجانب الثقافي والمعرفي اهتماما كبيرا، فأنشأت المكتبات المركزية التي تحتوي على الكتب والعناوين في المجالات المتنوعة والتي تحقق أكبر فائدة ممكنة لمرتاديها، كما أن هناك المكتبات والأندية الترفيهية المنتشرة في مختلف القيادات والتشكيلات والقواعد بقوات السلطان المسلحة، كما تنوعت وتعددت الأنشطة الثقافية والفنية من خلال المحاضرات والمسابقات والمنافسات المتنوعة والتي أفرزت العديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات. قوات السلطان المسلحة
دورها رائد وفعال في مسيرة البناء الشامل التي تشهدها بلادنا الأبية. أعزائنا المشاهدين، الخدمات الطبية للقوات المسلحة تقدم العديد من الخدمات العلاجية لمنتسبي قوات السلطان المسلحة، فضلاً عن إسهاماتها التنموية الفاعلة في المجالات الصحية. ولكي تقوم الخدمات الطبية بأدوارها المناطة بها، زودت بأحدث الأجهزة الطبية للقيام بأعمال التشخيص والفحوصات والتحاليل المخبرية والجراحة والعلاج. ومن هذه الأدوار والواجبات التي تقدمها الخدمات الطبية للقوات المسلحة ما يقوم به المختبر الطبي والمتمثل في قسم بنك الدم بمستشفى القوات المسلحة من أدوار إنسانية تساهم في تخفيف معاناة المرضى المستهدفين لعملية نقل الدم. المزيد في جولتنا لهذا الشهر، فتابعونا. يتمحور دور بنك الدم في توفير الدم ومشتقاته لمنتسبي القوات السلطان المسلحة وعوائلهم، سواء كان ذلك في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو أي من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك عن طريق تنظيم حملات دورية للتبرع بالدم في مختلف الوحدات والتشكيلات التابعة للقوات المسلحة. ونقوم أيضا بتنظيم حملات توعوية دورية بغرض تثقيف منتسبي القوات السلطان المسلحة وبيان أهمية التبرع ليس فقط بالمؤسسة العسكرية، وإنما المواظبة الدورية على التبرع في أقرب مركز للتبرع بالدم. لا يقتصر دور بنك الدم بتوفير الدم ومشتقاته للمؤسسات العسكرية فقط، حيث يوجد تعاون كبير مع جميع المؤسسات الصحية العاملة بالسلطنة، سواء كان ذلك بتوفير المتبرعين بالدم أو تزويد هذه المؤسسات بما يلزم من وحدات الدم ومشتقاته. وذلك يعد أحد صور التعاون المجتمعي والذي يمثل أهمية لقوات السلطان المسلحة، وهو جانب من الجوانب التنموية التي تقدم للمجتمع. من أهم أهداف دائرة خدمات الدم هو توفير الدم المأمون المستمر والمنتظم للمرضى المحتاجين لهذا الدم في الوقت المناسب. وتوفير الدم يحتاج يعني عملية مكونة من عدة مراحل، وكل مرحلة يجب أن تتم حسب المعايير العلمية والدولية المتفق عليها. طبعاً لتوفير الدم نحتاج قاعدة واسعة من المتبرعين الدائمين، إلى جانب نحتاج إلى استقطاب متبرعين جدد لمواكبة الاحتياجات المتزايدة والتطور في الخدمات الصحية. في كثير من المؤسسات الحكومية والوحدات التابعة لوزارة الدفاع تقوم بالتعاون معنا في هذه المسألة من ناحية توفير المتبرعين، ففي تعاون مستمر ما بيننا وما بين بعض الوحدات في وزارة الدفاع. نقوم بزيارات منتظمة إلى هذه الوحدات لتجميع الدم، وهناك أمثلة أخرى للتعاون ما بيننا وما بين المستشفى العسكري من ناحية توفير وحدات الصفائح الدموية التي يتم تجميعها عن طريق فصادة الدم، لأن هذه الخدمة متوفرة في القوات المسلحة في المستشفى العسكري ومتوفرة في الدائرة، وأحيانا نحتاج للتنسيق ما بيننا من ناحية الحاجة للمتبرعين أو حتى المعدات، والتعاون يكون من الجانبين يعني في هذا المجال. تنقسم مراحل فحص أهلية التبرع بالدم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى فحص ما قبل التبرع، وفيها يتم فحص ضغط الدم ونسبة الهيموغلوبين ثم تعبئة استمارة التبرع بالدم. أما المرحلة الثانية وهي المرحلة التي يتم فيها المختبر، وفيها نقوم بفحص أمراض الكبد، مرض نقص المناعة، الأمراض التناسلية التي تنتقل عن طريق الدم. وبعد التأكد من خلو وحدات الدم من كل مما سبق، يتم صرف هذه الوحدات للمحتاجين لها حسب الأولوية.
اليوم متواجدين داخل صندوق تقاعد وزارة الدفاع في حملة تبرع بالدم، موجودين من خلال فريق طبي مجهز لسحب الدم من المتبرعين داخل صندوق التقاعد. ودايما احنا باستمرار بنقوم بحملات تبرع بالدم داخل الوحدات العسكرية، وحقا يعني في دور كبير من العسكريين للتبرع بالدم وامداد بنك الدم بعدد كبير من الوحدات اللي يحتاجها المرضى داخل المستشفيات على مستوى السلطنة كافة. طبعا احنا نشكر العسكريين لمشاركتهم اليوم لنا في عملية تبرع بالدم، وهم لهم دور كبير في امدادنا وامداد بنك الدم، خاصه بنك الدم وزاره الصحه، بالوحدات اللازمه التي يحتاجها المرضى داخل مستشفيات وزاره الصحه. ونحن نحاول توفير الدم من جميع الهيئات يعني العسكريه والمدنيه. وصل تبرع حد الان 107 مرات. بديت اول تبرع في 16/4/86 اول تبرعي، وتسمرت في التبرع بالدم وحصلت على لقب المتبرع العام بالدم للسلطنه من 98. واقوم بتوفير جميع الهيئات، يعني ازور جميع مواقع في الدوله، سواء المراكز الصحيه، ازور الكليات، الجامعات، اعرفهم عن اهميه التبرع بالدم، اشرح لهم ان اهميه منهم من الاشخاص اللي هم المستفيدين من الدم. والحمد لله صار لي في هذا المجال الحين 28 سنه في تبرع بالدم. تبرع بالدم هو تنشيط الدورة الدموية ومساعدة المحتاجين للدم، سواء كان الحوادث، سواء المدنيين أو عسكريين. التبرع بالدم واجب وطني علينا كمواطنين. وثاني شيء، التبرع بالدم تنقذ حياة أشخاص مصابين بحوادث أو مصابين بأمراض فقر الدم. وثالث شيء، كصحة للجسم. لكل عماني أن يفخر اليوم بالمستوى الذي وصلت إليه قوات السلطان المسلحة بتوفيق منه تعالى وبفضل قيادتها الحكيمة وجهود منتسبيها الأبطال. مشاهدين الكرام، حرصا منه على إظهار الجانب التاريخي من خلال اقتنائه للكاميرات القديمة وآلات تشغيل الأسطوانات وأجهزة المذياع، بالإضافة لاهتمامه بجمع العملات المختلفة وغيرها من التاريخ العيني والمادي، وذلك من خلال المشاركة بها وعرضها في مختلف المعارض والمهرجانات المحلية. فقرة المواهب العسكرية لهذه الحلقة نسلط الضوء من خلالها على مواهب المقدم الركن علي بن حمد الخروصي من الحرس السلطاني العماني، والذي حدثنا حول شغفه العميق وإحساسه بأهمية الحفاظ على التاريخ العماني. We'll be right back.
الهدف من هذه الهواية هو المساهمة في المحافظة على الموروثات التراثية المرتبطة بالتاريخ العماني العريق ونقلها للأجيال القادمة. من صغري وأنا محب للتراث والمقتنيات التراثية، إلا أني مؤخرا صقلتها، اتجهت إلى العملات عند زيارتي إلى جمهورية مصر العربية في 2007، وكان أول اقتناء لي لعملات هذه العملة الظاهرة أمامكم، ومن ثم اتجهت إلى تجميع عملات سلطنة عمان، بعد كذا اتجهت إلى الكاميرات. في هذا المعرض أنا أعرض عدة مقتنيات، بدءا من الجراموفون أو ما يعرف محليا بالبشتختة، وفي أجزاء من عمان يسموه صنطور اللي هو واضح أمامكم. كذلك هنا أعرض الكاميرات، وطبعا الكاميرات هذه أنا أقارن بين كوداك بدأ من عام 1917 إلى بداية السبعينات، واخترت كوداك وقارنها مع شركات أخرى على اعتبار أنه اسم كوداك نفسه كان له إسهام كبير في صناعة التصوير، ليس فقط في صناعة الكاميرا أيضا في صناعة التصوير، وأنه هو كان له فضل بحيث أنه الكاميرات هذه صارت متاحة للجميع. وهنا بين تاريخ النقود في سلطنة عمان، بدءا من النقود الأجنبية المستخدمة سابقا اللي هي مثل دولار ماريا تيريزا أو ما يعرف محليا بريال فرنس، وكذلك اللي هو ثلر الأسباني أو ما يعرف بقرش أو مدفع محليا. كذلك أعرض هنا النقود الهندية وآخر روبيات الخليج، وطبعا أنا أعرض منهم فقط نموذجين، بس عندي أكثر من كذا لكن ضيق المساحة أعرض فقط نموذجين. وكذلك أول عملة سكت في مسقط عام 1311، وبعد كذا العملات التي ضربت في عهد السيد تيمور، وطبعا السيد تيمور ما ضربت إلا فقط على عملة من تاريخ 1315، ضرب عليها سينتا بمعنى السيد تيمور أو سلطان تيمور. وبعد كذا السيد سعيد لما تولى الحكم كذلك ضرب على نفس العملة، ضرب عليها حرفين سين سين بمعنى السيد سعيد أو السلطان سعيد. ثم العملات التي أمر سلطان سعيد بسكها لظفار، بدءا من نص ريال ظفاري والخمسين بيس ظفاري وانتهاءا بالخمس أو البيستين الظفارية اللي هو واضحة أمامكم. من ثم إسهامات السيد سعيد بالتخلص من العملات الأجنبية اللي كانت متداولة في ذلك الوقت، وإصدار نقود موحدة في نهايات 1969 تم إصدار نقد لكن تداول فعلا في سنة 1970 بدءا من بيستين وانتهاءا بالمئة بيسة الظاهرة أمامكم. بعد كذا العملات الورقية في عام 1970 كان هذا أول إصدار العملات الورقية في سلطنة عمان، ويلاحظ عليها اسم الدولة سلطنة مسقط وعمان. في عام 1972 في عهد السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله تم إصدار نفس العملات ونفس الأشكال ولكن فقط بتغيير مسمى، وصارت ريالات عمانية، وأيضا تم تأسيس مجلس للنقد العماني. وفي عام 1977 تم إصدار الإصدار الثالث من النقود العمانية، وتميز بوجود أول ورقة عليها صورة صاحب الجلالة وأول ورقة من فئة العشرين، وكذلك أول ورقة عليها توقيع صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله. الإصدار الخامس صدر بدءا من عام 1985 لا شك أن الضبط والربط والتنظيم الذي تتميز به المؤسسة العسكرية له مردود إيجابي على حياة الفرد مدنيا، وهذا ما ساعدني من خلال عملي في الحرس السلطان العماني على تنظيم مقتنياتي بالشكل الذي رأيتموه.
لا شك أن الجهود المبذولة في تجميع المقتنيات هي جهود كبيرة، فبالإضافة إلى إنفاق مبالغ كبيرة في اقتناء هذه المقتنيات، كذلك الجهد المبذول سواء من قبل شخصيا أو من قبل عائلتي التي لم تولد جهدا في مساعدتي في تجميع هذه المقتنيات ولا زالت. وهنا لا يفوتني أن أشكر قيادة الحرس السلطان العماني على جهودها المبذولة في رعاية ذوي الهوايات بشكل عام. أعزائنا المشاهدين، تقوم البحرية السلطانية العمانية بدور فاعل من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية استراتيجيا وأمنيا واقتصاديا، وذلك من خلال وجودها الدائم والمستمر في البحار العمانية. كما تضم البحرية السلطانية العمانية أسطولا ذا قدرات تسليحية متطورة مزودا بالأجهزة والمعدات الحديثة، إضافة إلى تشكيلة من زوارق السطح المعروفة بسفن المدفعية والسفن الصاروخية السريعة وسفن الإسناد والتدريب والشحن والمسح البحري الهيدروغرافي، لتساند سفن الدوريات في حماية الشواطئ العمانية وتأمين مياهها الإقليمية والاقتصادية. هنالك عدة واجبات تقوم بها البحرية السلطانية العمانية، رئيسية منها ومنها ثانوية. المهام الرئيسية هو حماية السواحل العمانية، فلذلك أصبح لدى البحرية السلطانية العمانية إمكانية في اتخاذ الإجراءات وحماية السلطنة. كذلك هنالك مهام رئيسية أخرى فيما يتعلق بالتنمية للسلطنة، المساهمة من قبل البحرية سواء أوقات السلم أو لا قدر الله الكوارث، وذلك بتقديم الإسناد اللازم وبالتعامل والتعامل مع كافة الجهات المدنية والعسكرية بالسلطنة. ومن مظاهر التحديث والتطوير لأسطول البحرية السلطانية العمانية جاءت سفينة الرحماني، وهي ثاني سفن مشروع خريف لتزود البحرية السلطانية العمانية بالسفن ذات الكفاءة العالية تقنيا وأداء، لتنضم إلى الأسطول جنبا إلى جنب مع مثيلاتها من سفن البحرية السلطانية العمانية، وتقوم بواجباتها تجاه الوطن للمحافظة على سلامة البحار العمانية وغيرها من المهام بما توفره من قدرات وكفاءة عملياتية متطورة وحديثة. سفينة البحرية السلطانية العمانية رحماني هي ثاني سفن مشروع خريف، والمكون من ثلاث سفن، وقد وصلت الرحماني إلى السلطنة قرابة شهر، ومن المؤمل أن يكتمل العقد بوصول السفينة الثالثة في الفترة المقبلة إن شاء الله. تتميز هذه السفن بإمكانية إيواء الطائرة العمودية وتزويدها بالوقود وصيانتها من على متن السفينة، والتي بدورها سترفع من قدرات السفينة الاستكشافية والدفاعية وعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى المنظومة القتالية المتطورة والتسليح المختلف ضد الأهداف إذا ما اقتضت الحاجة، والتي بلا شك ستعزز من قدرات البحرية السلطانية العمانية في الذود عن المياه العمانية. صممت سفينة البحرية السلطانية العمانية الرحماني بما يتناسب مع الأدوار والمهام المناطة بها، حيث أن الأجهزة والمعدات المزودة بهذه السفينة تساعدها على القيام بما يطلب منها من واجبات ومهام الحماية في المياه الإقليمية، وكذلك العمليات والواجبات الأخرى على مختلف الأصعدة كعمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة للجوانب التنموية المختلفة والتي تقدمها سفينة البحرية السلطانية العمانية الرحماني بمشاركة سفن البحرية السلطانية العمانية.
عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، عهد خير وأمان ورخاء، وقوات السلطان المسلحة هي الحارس الأمين لمنجزات هذا العهد المعطاء. مشاهدين الأعزاء، نأتي وإياكم إلى مسابقة البرنامج، ولكن قبل أن نطرح عليكم سؤالي مسابقة البرنامج لهذه الحلقة، يسرنا أن نقدم لحضراتكم إجابة سؤالي الحلقة الماضية، وهي على النحو الآتي. إجابة السؤال الأول: توج الفريق الوطني للقفز الحر التابع لمظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني بالمركز الأول على مستوى العالم بجمهورية الصين الشعبية في 25 من أكتوبر من عام 2013 للميلاد. أما إجابة السؤال الثاني، فتم افتتاح متحف أرض اللبان في محافظة ظفار عام 2007 للميلاد. والفائزون الذين توصلوا إلى حل الأسئلة ونالوا جوائز البرنامج هم: نبارك للفائزين وعليهم مراجعة مقر التوجيه المعنوي بمعسكر المرتفعة لاستلام جوائزهم. أما أسئلة هذه الحلقة فهي على النحو الآتي: السؤال الأول: متى نظمت الخدمات الطبية للقوات المسلحة مؤتمر طب الأسنان العسكري الأول؟ وسؤالنا الثاني: في أي يوم من كل عام يتم الاحتفال بيوم الصحة العالمي؟ نحن في انتظار إجاباتكم على عنوان البرنامج الدائم. بهذا مشاهدينا نكون قد أتينا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.